شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاحتفالية التي نظمها الاتحاد البحريني للكريكت بمناسبة وصول كأس العالم للكريكت إلى مملكة البحرين، وذلك ضمن الجولة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للكريكت للكأس في 18 دولة حول العالم ومن بينها البحرين للبطولة التي ستقام خلال الفترة من 5 أكتوبر لغاية 19 نوفمبر عام 2023 في جمهورية الهند. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته الكبيرة بوصول كأس العالم للكريكت إلى مملكة البحرين للترويج لواحدة من أهم البطولات العالمية لأكثر الألعاب شعبية حول العالم وقارة آسيا على وجه الخصوص، مشيرا سموه إلى أن تلك الجولة تمثل فرصة فريدة لمحبي وعشاق لعبة الكريكت في البحرين لالتقاط الصور التذكارية مع الكأس وخلق المزيد من الإثارة والشغف مع قرب انطلاق الحدث العالمي. وأكد سموه بأن وصول الكأس إلى محطته التالية في مملكة البحرين يعتبر فرصة للتعريف بالمملكة ومعالمها السياحية والتراثية والرياضية والحضارية وجذب أنظار الملايين من محبي هذه اللعبة للبحرين من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي ستغطي وصول الكأس وتعزيز الروابط مع الاتحاد الدولي والذي اختار البحرين لتكون إحدى الوجهات الهامة للترويج لبطولة العالم، وهو ما يعكس الثقة بما تحظى به من مكانة هامة على الصعيد الرياضي في المنطقة. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد إلى أن استضافة الجولة العالمية لكأس العالم للكريكت يؤكد حرص مملكة البحرين على احتضان مختلف الرياضات ودعمها لتصبح مركزا رائدا ومحطة هامة لمختلف الألعاب، متمنيا للاتحاد الدولي للكريكت وجمهورية الهند تحقيق أفضل استضافة للنسخة المقبلة من بطولة العالم.